يوم الجمعة الزيارة مستحبة قوي. روى ابن أبي الدنيا في إسناده عن رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين. واحد من آل عاصم بيحكي الرؤية دي، فبيقول لما شفته قلت له أليس قد مت؟ أنت مش مت؟ قال له بلى. قال له طب أنت فين دلوقتي؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني. ده واحد مات برضك من الصالحين معاهم. والشاهد نتلقى أخباركم. قال اللي بيسأله: قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال له: هيهات هيهات، قد بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت هل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ مش معنى؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. يبقى أنت لما تعوز تزور الميت، لو أنت بتدور على وقت مستحب في الزيارة، يوم الجمعة. كل الأيام جائزة؟ كل الأيام جائزة، ما فيش حاجة، إنما اليوم المستحب الجمعة. الصدقة تصل للميت؟ العمرة عن الميت جائزة؟ الحج عن الميت جائز؟ كل فعل الخير عن الميت جائز. القرآن؟ عدا الصلاة بإجماع العلماء، ما عدا ذلك كل شيء جائز أن تفعله وتهب ثوابه للميت، وثوابك زي ثوابه بالظبط. خلاص. إن كان لي من كلام في هذه الحلقة أقول رسائل. الرسالة الأولى: لا عذر لنا عند الله سبحانه وتعالى بالجهل، وقد انتشرت قنوات التعليم ما شاء الله. عندنا إذاعة القرآن الكريم، عندنا القنوات والبرامج الدينية منتشرة، عندنا الأزهر الشريف حفظ الله الأزهر ورجاله، عندنا وزارة الأوقاف بدعاتها حفظ الله أئمة وزارة الأوقاف، عندنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عندنا مجمع البحوث الإسلامية، عندنا دار الإفتاء المصرية، عندنا حاجات كتير قوي، لجان الفتوى. فما عندناش عذر إن إحنا نروح ونسأل ونتعلم. العيب إن إحنا ندخل واحد مهنته إن هو يغسل ويبقى لابس خواتم ذهب ومش عارف حاجة ويقلب موتانا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالميت ده اللي يغسله أهل الأمانة أهل الفطنة والزكاة. نتعلم نصلي على الميت إزاي، والميت نقف فين لو راجل ونقف فين لو ست، نغسله إزاي ونعمل إيه وندفنه إزاي، ده مهم جدا عشان ما ندفنش غلط. دي أول رسالة، مفيش عذر لينا بالجهل. الأمر الثاني: الإسلام كله رحمة والإسلام كله شفقة، ولين في غير الأحكام. بلاش نخلط العاطفة لما ربنا يقول حكم، ليه القسوة دي؟ لا يا جماعة، دي مش قسوة، ده تعليم، خدوا بالكم، ده تعليم، دي رحمة. التعليم هنا هو الرحمة، الحكم هو الرحمة، لكن الجهل هو اللي عدو. الأمر الثالث: تعودت على الإساءة ممن يسيئون، ولذا فقد احتسبت عرضي عند الله سبحانه وتعالى متصدقا به على من أساء قبل من مدح، ولا أحاسب به أحد ولا أختصم به أحد. عساني أن ألقى الله يوم القيامة وقد تصدقت بعرضي على من أساء إلي، فيتصدق الله علي بعفوه وبمغفرته، ويتصدق علي النبي بشفاعته فيدخلني الجنة. أكثروا من قراءة القرآن فإنه شفيع يوم القيامة، والقرآن نور، وكل الناس تتبرأ من كل الناس يوم القيامة إلا حامل القرآن يذهب إلى والديه فيلبسهما تاج الوقار. ارفعوا معي أكفة الضراعة فإن الدعاء في يوم الجمعة مستجاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وفي كل آن وحين. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن خاتمتنا وأخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفضوحين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تشمت بنا أعداءنا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم كلنا ذنوب نسير في سترك فلا تفضحنا بين خلقك يا رب.
احتمينا بسترك فلا تفضحنا بين خلقك، يا رب احتمينا بعفوك فلا تفضحنا بين خلقك، يا رب احتمينا بمغفرتك فلا تفضحنا بين خلقك. لا تهتك سترنا ولا تكشف الستر عنا، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم أزل كل مانع عن زيارة بيتك الحرام، اللهم أذن لنا بزيارة البيت الحرام والصلاة عند النبي قبل الممات، واحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، وأخرجنا من الدنيا مستورين لا خزايا ولا مفتوحين، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، وإن أردت بهذه الأمة فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وردنا إليك مردا جميلا يا أكرم الأكرمين. أصلح أحوال أبنائنا ودبر لهم شؤونهم، فإنا عجزنا عن تربيتهم وعن إصلاحهم. اللهم إن لنا أبناء وإخوة طلبة في الجامعات، اللهم يسر أمرهم وفك كربهم ويسر لهم كل أمر عسير. اللهم أجر الخير على أيديهم وحقق آمال العباد فيهم. اللهم إن لنا إخوة وأبناء في الثانوية العامة، يسر اللهم لهم كل أمر عسير، افتح لهم مغاليق الأمور، سهل لهم كل أمر عسير، أجر الخير والصواب على عقولهم وعلى أيديهم. احفظ شبابنا، ارزق شبابنا زوجات صالحات، وارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام، وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وآليهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.